مبروك عليكم الفوز أداء ونتيجة، وشكرا لاتحاد كرة القدم، شكرا للجنة الأولمبية ما قدمته لهذا المنتخب. هناك مؤشرات قبل دخول المباراة البطولة عذرا، يعني التحضير كنا نتمنى أنه ما يكون في البصرة، يكون في دول أوروبية أو مع تلعبون مع مباريات عالمية تخوضونها، لكن اليوم شفنا أداء مميز. خسارة مع تايلاند ممكن ربما أنطتنا درس. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف مبروك لنا جميعا، وألف مبروك لجماهيرنا الوفية اللي ساندت منتخبنا، ألف مبروك لشعبنا. الحقيقة فوز كان فوز مستحق، وأيضا هذا التأهل إن شاء الله إلى نصف النهائي وحجز البطاقة مع اليابان إلى يوم الاثنين إن شاء الله راح تكون أيضا نتيجة إيجابية باتجاه منتخبنا، وهذا ما نأمل. الحقيقة كان أداء جيد ونتيجة أيضا، وكذلك أيضا كان هناك استعداد تام لمنتخبنا الوطني، رغم أنه قد تكون يعني بعض الإخفاق اللي حصل يعني في المباراة الأولى، لكن تم تعويضه ولله الحمد. اليوم احنا الحقيقة يجب ان تكون هناك مساندة لمنتخبنا الأولمبي من كل الإعلام. الأولمبية ايضا لم تقصر، كان لها دور كبير طبعا. مشكورة الأولمبية على كل ما قدمته لمنتخبنا الأولمبي، وان شاء الله نأمل صعودنا الى أولمبياد باريس ان شاء الله. اريد اسألك سؤال، شلون عدتوا لأجواء البطولة ورغم انتم خسرتوا اول خسارة كانت غير متوقعة؟ لا بالعكس، هذه كرة القدم فوز وخسارة، ونأمل اليوم لما تكون ثقتنا عالية بكادرنا التدريبي وبمنتخبنا الأولمبي، ونعزز ثقته أكثر بعد أنه اليوم حضورنا مع المنتخب كل الأخوة، سواء كان الأخوة من رئيس الاتحاد وأعضاء الاتحاد، كان لهم دور كبير أيضا في دعم المنتخب، وهذا هو الهدف الأساسي اللي نطمح له، وإن شاء الله القادم أفضل.